السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متابعي حسابات المتحدث باسم اتحاد خدام مهدي عليه السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عظم الله لكم الأجر باستشهاد مولاتنا السيدة الجنة عليه السلام، السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام. إخواني كما ترون أنا اليوم طالع فقط الفيسبوك وأيضا فقط تليفوني الشخصي، للأسف آلاف من الأخطاء والمشاكل التقنية التي واجهتني طيلة ساعة، يعني أحاول أنا بنفسي أن أعالجها، وذلك نظرا لانشغال الإخوة الشديد قبيل محاضرة وعودة الشيخ إلى المحاضرات المنبرية. واليوم إن شاء الله سيصعد الشيخ الحبيب إلى منبر المحسن عليه الصلاة والسلام هنا في أرض فدك الصغرى، ويلتقيكم إخواني في هذه الليالي إن شاء الله، لعله كأنه ثلاث ليال أو سنتين لست أتذكر جيدا، ولكنها بهذه المناسبة الأليمة، مناسبة استشهاد السيدة الزهراء عليه السلام. طبعا كنت على شفا حفرة أو شفا يعني ثواني من أن أدع البث المباشر أصلا، دائما عندما يكون هناك توتر يعني هاجمون التوتر أدع الشيء إلى وقت آخر. فاليوم لست على اليوتيوب ولست على الإنستغرام ولست على يعني كل الحسابات الأخرى، فقط على حساب الفيسبوك، لكن إن شاء الله يكون كافيا، وإن شاء الله لعله إذا كان هناك أشياء جيدة ألفت إليها في هذا البث إن شاء الله إما أعيدها أو أذكرها مجددا في يعني الحلقات البث القادمة، أو إن شاء الله يكون يعني يتم اقتطاعها ونشرها في الحسابات الأخرى. مصطفى عمران أهلا وسهلا بكم، أخي مراد الحلاوي أهلا وسهلا. طبعا ما أسهل أن يكون البث على حساب واحد، لأنني الآن أرى تعليقاتكم مباشرة. الإشكال عندما كان هناك استخدام ريستريم وهذه يعني التطبيقات البث الأخرى التي تتيح البث على أكثر من منصة، المشكلة فيها أنه يكون هناك صعوبة في متابعة التعليقات، ولكن أنا أحاول مع الإخوة، هناك فريق يتم إعداده أو يتم إنجازه أو تحضيره للمتحدث أو لهذا الموقع إن شاء الله، حتى إن شاء الله نسهل التواصل معكم ويكون التواصل معكم أكثر حيوية وأكثر تفاعلا. وعليكم السلام ورحمة الله أخانا أسامة. وطبعا كما قلت ذينك المرة، الناس الذين هم من الطائفة البكرية من أتباع أبي بكر وعمر، فقط يجب أن تفهموا أن هذا البث هو خاص بالمتحدث باسم اتحاد خدام مهدي عليه السلام، نتداول فيه الشؤون الاتحادية بيننا وبين الإخوة الرافضة حول العالم، وموضوع أبي بكر وعمر يترك إلى مجال آخر. هناك برامج في قناة فدك مثل لك المايك، وبإمكاننا هناك أن نسهب في بيان أدلتنا على نفاق أبي بكر وعمر وعلى ما قاموا به من محاولة لتزييف الإسلام المحمدي. إذن عودا على بدء إخواني، كما يعني أوضحت لكم خلال هذه الأسابيع أنه الحمد لله فيلم سيد الجنة عليه السلام يشق طريقه بنجاح، وصراحة في أشياء كثيرة فوق التصورات. مثلا اليوم بلغني، ولا زال الإخوة في فريق الإنتاج يحاولون أن يتحققوا ويتواصلوا مع هذا الشخص، وقد بلغني أن هنالك رسالة خاصة وصلت من يعني بروفيسور يعني أستاذ جامعي في العلوم الدينية، ويريد أن يشاهد الفيلم ويريد أن يتداوله، وهذا يعني أشياء هو هذا بالضبط، وهو ليس من العرب يعني، وهذا في الواقع هو بالضبط الذي أردناه يعني من خلال إنتاج هذا الفيلم ووضعه هناك في ابتداء بالسينما الأمريكية، وإن شاء الله يعني يكون أيضا يكتب له يعني يكتب له الظهور أيضا في دور السينما إن شاء الله في أوروبا. نسألكم الدعاء، لا زال المخطط قائما بالنسبة لفرنسا وباقي هذه الدول الأوروبية، نقوم بجهدنا
يعني اقصد بالضبط الشركه الاتحاديه التي مسمات بالايتد كينجدوم، المملكه المنوره، تقوم عبر طريق انتاجها والانتاج الساهر على فيلم سيد الجنه عليه السلام، يقوم باقصى جهده من اجل محاوله عرض الفيلم هناك. طبعا هنالك اخبار غير جيده صراحه، ولكن ان شاء الله لا تمنع، حول موضوع أن هذا الفيروس الكورونا ومتحوره أوميكرون بدأ بالفعل يعني يقوم بإزعاج بعض البلدان الأوروبية التي بدأت مجددا، لعلها بدأت تفكر مجددا في إغلاق دور السينما مجددا. إن شاء الله هذا لا يتم، لأننا نريد فعلا أن نقوم بعرضه بالأخص في فرنسا، تلك الدولة التي لطالما نظامها حارب الإسلام وحارب رسول الله صلى الله عليه وآله. نريد أن نقوم بعرض الفيلم هناك للفرنسيين حتى يفهموا ما هو الإسلام الحقيقي، ويفهموا أن الإرهابيين الذين خرجوا من بلدانهم إلى سوريا، أو الذين عادوا من سوريا ومن الشام إلى بلدانهم ليتفجروا في باريس وفي نانت وفي هذه المدن، إنما كانوا ليسوا حاملين لفكر الإسلام، إنما الفكر البكري ولا المحمدي العلوي الفاطمي. أبو ورود الله يحفظك أيضا، جزاكم الله خير الجزاء إخواني. سيد باسم أهلا وسهلا بكم، يعني وعذرا لأي أحد لم يعني تقع عيني على تعليقه، أنتم مرحب بكم جميعا. إخواني عودا على بدء، أنتم كما رأيتم الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية فتحت معكم هذه أو هذا البث المباشر حتى تكونوا دائما أو أكون صراحة عينكم هنا في ما يجري في الاتحاد، سواء في داخله أو خارجه، في مشاريعه، في كواليسه. فإن شاء الله أنتم يعني أنا سأكون إن شاء الله عينكم، وأسألكم الثقة وأن تبقوا أبقى وأنا وإياكم نتبادل الثقة حتى تفهموا ما يجري وما يحدث في الكواليس. كما قلت لكم بالنسبة يعني قبل أو لعله أمس أو قبل يومين تقريبا، اتصل أحدهم على برنامج لك المايك وتم تحويل هذا السؤال لي. اتصل هذا وقال أنه ما الذي قام به الاتحاد بعد يعني بحسب زعمه بعد أن يعني كان هنالك ضغط على الاتحاد بخصوص فيلم سيدة الجنة عليه السلام. طبعا وهو يقصد أولئك الشرذمة القلائل الذين تكلموا بعد أن الكل مدح والكل استبشر والكل شارك بدعمه، أولئك الشرذمة القلائل الذين تكلموا ضد الفيلم من ناحية ادعائهم بأن هنالك هتكا والعياذ بالله لسيدة الزهراء عليه السلام وما إلى ذلك من الأشياء التي هي في الواقع خرجت من الناس لعديمي الاختصاص، سواء في الدين ولا في السينما ولا في كل هذه الأمور، لم تكن من أهل اختصاص، إنما من ناس يعني بحسب أذواقهم واستحساناتهم، ولكن في الواقع كان من خلفها يعني أحقاد، وكانوا موتورون يعني هم الذين يحاولون أن يبثوا الشك والظن وسوء الظن بين الإخوة الرافضة. الحمد لله كما ترون ما الذي جرى، جرى العكس، الضغط الذي حدث إنما يحدث بالعكس تماما، الحمد لله ولله الحمد كثيرا. هنالك موقع، الموقع هذا اسمه شيعة ويفز، وأنتم كثير منكم يعرفه جيدا. هذا الموقع هو تابع لمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام، وهو في الواقع متثقف أيضا بالمرجعية، مرجعية السيد صادق الشيرازي. الذي حدث، وهذا الموقع بالنسبة لهؤلاء المطرودين والموتورين يعرفون جيدا عندما ينشر هذا الموقع ما الذي يعني ذلك، وما هي تلك الكلمات التي تكون متضمنة في خلال هذه المقالات، ما التي تعنيها وما هي الرسائل التي تصل عبرها. لأن في الواقع أنا لا أريد أن أدعي أن هنالك علاقة بالمرجعية أو شيء من هذا القبيل، ولكن الفاهم كما نقول بالمغربي الفاهم يفهم يعني.
فهنالك كلمة قالتها هذه أو نقلتها هذه هذا الموقع الإخباري، قال بأنه الآن وصل الحد إلى أن هنالك بعض مراجع الشيعة، طبعا بالمعنى أنا أنقل بعض مراجع الشيعة الآن يؤيدون أو حظي الفيلم بتأييد من بعض مراجع الشيعة بالرغم من الهجمة التي هوجم بها الفيلم من يعني من قبل يعني من جهات مختلفة كما ذكر المقال الإخباري هذا. طبعا الآن أنتم بين شيئين، هنالك واحد متفقه أصلا لا فقه له كما يعرف الجميع، أو هنالك من هم يدعون الفقاهة ويدعون أنهم متدينون أصلا، وفي هذا من هذا الجانب، وهنالك من جانب آخر المراجع، مراجع العدول، بعضهم الآن بحسب النقل من موقع ملاحم وموقع شيعة ويفز يعني الآن يؤيدون هذا الطرح فيلم سيد الجنة عليه السلام. فمن تختارون؟ من تختارون؟ يعني المرجع العادل أو المراجع العدول هؤلاء بعضهم الذين ذكرهم موقع ملاحم، هل هؤلاء يعني لا يفهمون ما هو يكون هتكا وما الذي لا يكون هتكا وما هو المناسب وما هو غير المناسب وهل يجوز وهل لا يجوز؟ طبعا واضح أنه هنا هي هذه المشكلة، أنه عندما يفقد يعني يعني يفقد الناس عقولهم أو يتبعون غير ذوي العقول أو غير العقلاء، يعني يصبحون يعني يلخبطون في الأمور. سبحان الله، نفس الشيء الذي يحدث الآن بالنسبة مثلا أو حدث سابقا عندما نفي في البداية أنه هنالك أصلا فيروس اسمه كورونا مثلا. أنا أحب دائما أن أستشهد بأشياء يعني قريبة الحدوث أو يعني يفهمها الجميع أو عاشها الجميع. مثلا الآن فيروس كورونا قيل في البداية أنه سحابة وكيميائية وهذه كذبة وهذه مؤامرة، إلى أن رأى الناس أنه هنالك من أهله من مات، هنالك من هو نفسه مرض، زوجته مرضت عانت، هذا ليس إنفلونزا عادية، يعني عاش بالضبط، فهم ما هو، يعني جاءه طرق بابه إلى باب داره ودخل، ففهم أنه فعلا لا يمكن نفي المحسوسات بمثل هذه الإشاعات وبمثل هذه الأقاويل. لماذا الناس في البداية وقعوا في هذا التكذيب وهذا التفنيد؟ لماذا؟ لأنهم اتبعوا يعني غير ذوي الاختصاص، اتبعوا مثلا تغريدات مثلا من واحد كويتي مثلا يعني كما نقول يهلفت بما لا يفهم، يعني يقول أي شيء، والناس تحب هذه الذوقيات، اتبعوا بعض الفيديوهات في التيك توك، اتبعوا شورتس باليوتيوب لكلام غير حقيقي، اتبعوا بعض ما يشبه الأدلة، أنه مثلا هذا بروفيسور انظروا ماذا قال حول الكورونا قبل مثلا سنوات قبل ما يظهر الكورونا، فتبين فيما بعد أنه أصلا هذا مرض الكورونا إنما هو متحول جديد أصلا، هذا الذي لماذا يسمى هو كوفيد 2019؟ لأنه قبله موجود ولكن الناس لم تعرف ذلك. هذا الكورونا ليس مرضا جديدا، هو مرض متحور قبله موجود، ولكنه تبين بهذا المتحور الجديد، تبين في 2019، قتل الناس، انتشر بهذه الطريقة القوية وهكذا. طبعا نحن لا نريد أن نتكلم اليوم عن هذا الموضوع وتفاصيله والحقائق فيه وإثباتها وأدلتها وهذه الأمور، ولكن أنا فقط أعطي مثالا. قبل أسبوع مثلا، حتى أعطيكم مثالا على الأكاذيب التي تشبه الحقائق، فقبل أسبوع هنالك مثلا هذا الخائن المدعو حامد الطاهر مثلا، الذي هدد وقال لا تجيب اسمي وما ادري شنو، لانه يخاف من عرض الحقائق ويخاف من الفضائح التي اذا اردنا وسنفعل ذلك طبعا، اذا اردنا ان نكتبها ونعرضها لكم ستكون عبارة عن حلقات، مسلسل من الحلقات، لا يكفي اصلا يعني فقط بث مباشر واحد او وثائق، حتى الوثائق التي أعطيناها للشرطة آنفا أو سابقا عفوا كانت يعني سميكة جدا،
حتى تفاجأ وقال كلها هذه الأمور، كل هذه الوثائق. هذا المدعو حامد الطاهر يحسبنا ليس عندنا وثائق، ولا لا يعرف أن لدينا رسائل، لدينا إيميلات، لدينا حتى الإيميلات التي أرسلها إلى المخرج الخائن معه الذي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المخرج الأمريكي في كندا، عندنا إيميلات تثبت خيانته وأنه لا زال يتفاوض معه حول السكريبت بحوالي $50,000 كندي، وهذا كله من وراء الاتحاد. أنا فقط أعطي هذا الهنت حتى يصله ويفهم أن لدينا الكثير ونعرف الكثير. حتى المحامي أو المستشار القانوني لهذا المدعو حامد الطاهر، وهو يهودي بالمناسبة سايمون، هذا حتى هذا في يعني بعد الضغط الشديد من قبل الشرطة ومن قبل جهات متعددة المحكمة وغيرها، اضطر بالأخير أن يسلمنا كل ما قام به من وثائق بخصوص هيئة ما في ذلك الوقت هيئة اتحاد أو هيئة خدام مهدي عليه السلام، وتضمنت أيضا التزوير الذي قام به المدعو حامد الطاهر. عندنا كل هذه الوثائق، عندنا وثائق من البنك تم الإفراج عنها، عندنا وثائق من البنك الكندي، وهذا حامد الطاهر لا يعلم بذلك. يحسبنا لا نعرف شيئا، يحسبنا ليس عندنا تفاصيل. طبعا أنا لا يمكن أن أقول هذه الأمور إلا إذا كنت متأكدا مما أقول، بل أنا بنفسي رأيت هذه الوثائق. أما عرض هذه الوثائق سيأتي إن شاء الله في الوقت المناسب جدا. الآن عودا على بدء، ماذا قال هذا في هذا الخائن، ماذا قال تبليسا أو تلبيسا على الإخوة المؤمنين؟ قال في آخر بوست، قال هنا تجدون خلاصة التحقيقات من جميع الدوائر الحكومية التي نشرت في العام بتاريخ كذا كذا 2020. لن أترجم لطول الكلام، هو لا يريد أن يترجم، أولا لا يريد ترجمته كل الكلام، لن أترجم، قال لن أترجم لطول الكلام، فقط دققوا في كلامهم وتصريحهم بأن الشرطة لن تقوم بأي تحقيقات بعد التواريخ إلى آخره، فلا وجود لأي أدلة للتهم والبهتان الملفق من قبلهم، وبدأ يسب. طبعا هذا الكلام أنا قلت لكم ذيك المرة، وأنا كنت أفهم هذه الأمور وأعرف هم يحسبوننا أننا لازلنا على نفس العهد أنه أعرض عن الجاهلين. اليوم بعد اليوم ليس هنالك سكوت، ليس هنالك سكوت نهائيا. لماذا؟ لأننا مستأمنون على المنهج الرافضي ولا نريد أن يلعب به هؤلاء الغوغاء. الوثائق أو هذا الموقع الذي رجع إليه، أتمنى من الجميع أن يضغط على هذا اللينك ويذهبون إلى الجايدنس ويذهبون إلى ما يسمى بالإنكوايري سكوب. ما هو الهدف من الإنكوايري؟ ومن قام بالإنكوايري؟ ومن طلب الإنكوايري أصلا؟ الإنكوايري يعني استعلام، لا مثل ما ترجمه بالتحقيق، هذه ترجمة خاطئة. هي الترجمة طبعا الثانية في اللغة الإنجليزية تأتي أحيانا بمعنى التحقيق، ولكن في موضع في الموضع هذا هو استعلام. لماذا؟ لأنه أولا نحن الذين طلبنا هذا الاستعلام، من؟ الأمناء الجدد، بعد أن قمنا بغربلة وحذف هؤلاء الأمناء الخبثاء مثل حامد الطاهر، الأكومبليس مالته يعني المساعد مالته في الخيانة هذا علي الهولندي، أبو مريم الكعبي، هؤلاء كانوا أمناء ولا أمانة عندهم، طبعا كنا مخدوعين فيهم. طبعا هؤلاء هم نفسهم سبحان الله الذين يشهدون له وأخوه هذا محمد الطاهر أيضا، وأخوه الآخر حمود الذي يدخل باسم أبو حسين وأسماء متعددة، هؤلاء كلهم هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، وأنتم أحيانا تشتبهون في الأسماء ولا تعرفون أن هذا أخو هذا وهذا، لأنهم يغيرون أسماءهم، أحيانا الطاهر يستخدم، أحيانا يستخدم ضيف الله، أحيانا يستخدم حسابات وهمية وهكذا. يعني جردنا قانونيا له تقريبا ما يعادل 6 أسماء إلى 7 يستخدمها، هذا فقط هذا حامد الطاهر يستخدمها في الأمور القانونية للتهرب من هنا، للتهرب
من هذه الأشياء. الكومبانيز هاوس هنا اسم، هناك اسم، مرة اسمه ربيع، مرة اسمه حامد، مرة كل مرة شنو، لأنهم هذه الطريقة التي يقومون بها بدرء ما يقومون به من تبييض للأموال، وما يقومون به من خيانات، وما يقومون به من تحويل الأموال إلى وجهات أخرى، بناء شقق. علي الهولندي مثلا عنده شقق في أوكرانيا، وهذا حامد الطار عنده شقق في ليفربول. هشام الأشقر هل عنده شقق؟ محمد جواد عنده شقق؟ هشام الزواوي عنده شقق؟ أبو مري أبو أميري عنده شقق؟ علي إبراهيمي عنده شقق؟ فائز جبوري عنده شقق؟ ابحثوا عن هذه الأمور ستجدون من هو الخائن، ستعرفون من أين لك هذا. حامد طاهر من أين له هذا؟ كان يبيع الخبز قبل سنوات، من أين له هذا؟ فإذا به يركب أفخر مرسيدس، ويعني داخل لي في قهوة، ويعني عنده جزء منها، وعنده شقق في ليفربول، وعنده في أوكرانيا، وكل هذا فقط الذي اكتشفناه. وإيميلاته وبريده الإلكتروني الذي سرب منه أشياء عجيبة وغريبة، وصلت إلى التحالف أصلا مع داعش أيام، يعني بخصوص البترول. طبعا هذا كله عن طريق سايمون المستشار القانوني الذي كان مستشارا قانونيا طبعا للتحايل على القانون تقريبا لهذا المدعو حامد الطاهر. بالنسبة لهذا اللينك الذي أرسله، قلت لكم إذا تذهبون إلى نفس هذا اللينك، هو هذا، نضغط عليه. هذا اللينك طبعا لا علاقة له بما يقول هذا الشخص أنه خلاصة التحقيقات من جميع الدوائر الحكومية. هذه يا أخي أو إخواني إنكوايري، استعلام طلبناه نحن الأمناء الجدد بعد أن اكتشفنا خيانة الأمناء القدماء، على رأسهم هذا المدعو حامد الطاهر. وفي نفس هذا الموقع gov.uk، في نفس هذا الموقع التابع لهيئة الهيئات الخيرية أو منظمة الهيئات الخيرية، في نفس هذا كاتبين أنه the former chief executive officer، طبعا عندما يقولون CEO فقط لأنهم يريدون أن يحفظوا الأسماء، هم يقصدون حامد الطاهر، طبعا هذا المدعو حامد الطاهر. فهم ما الذي يقولونه، ما الذي اكتشفوه؟ هم طبعا مدحوا الأمناء الجدد في نفس هذا المقال، وهو لا يريد أن يفصل لكم المقال. أولا، ما الذي يهم التشاريتي كوميشن؟ ما الذي يهمها أو الهيئة المنظمات الخيرية؟ إنما يهمها النظر في أمر الأموال، أين ذهب المال. هم يرون، يجد عندما بحثوا واستعلموا وجدوا أن هذه الأموال أمضى عليها الأمناء، الأمناء أمضوها للذهاب إلى هذا المكان الآخر. فبالطبيعة الحال بالنسبة لهم ليس هنالك أي خيانة في نظرهم هم، لأنهم هم ليسوا هيئة دينية ولا يعرفون بأمر التبرعات ولا الهدف منها ولا السبب فيها ولا أي شيء من هذا القبيل، لا يفهمون هذه الأمور. هم فقط يتحققون ما أن هنا ليس هنالك ماني لوندرين بخصوص التشاريتي، لأن هنالك من أشد الأشياء أو الأكثر الأشياء التي تقوم بها، يعني أو الأشياء المعروفة من الجرائم المعروفة المالية وحتى الإرهابية أحيانا التي يقام بها هنا في بريطانيا، إنما تتم أحيانا عبر الهيئات الخيرية. ولذلك هناك موجودة ما يسمى بالتشاريتي كوميشن حتى تبحث هذه الأمور، تتحقق هل هنالك ماني لوندرين، يعني تبييض أموال، غسيل أموال، هل هنالك تمويل إرهاب. هي تبحث في هذه الأمور. إذا وجدت مال أرسل إلى كندا، وليكن فيلم خائن وفيلم يمجد أبا بكر وعمر، هم لا يعنيهم ذلك في شيء. هم يجدون مالا من هنا، الأمناء يمضون عليه ويذهبوا إلى هناك. بالنسبة لهم هذه الأمور ليس بها إشكال أصلا. هم لم يجدوا أصلا هذا الأمر، وجدوا أن هنالك مشاكل في الحسابات المالية لهذه الهيئة التي كانت اسمها هيئة خدام مهدي عليه السلام سابقا، في عهد من؟ في عهد الأمناء السابقين، في عهد نفس هذا حامد طاهر. فنفس هذه أو هذا الموقع أو هذا اللينك الذي أرسله لكم حامد طاهر لا يخدعنكم،
هو هذا الموقع يجرمه هو، يقول أن التراستيز كانوا ليس عندهم إحصاء للمال، دقيق للمال، هناك مثل تلاعب، هناك مثل أشياء مخفية غير كاملة. ومدحوا في نفس الوقت أنه هم أغلقوا هذا الإنكوائري بسبب أن الإدارة الجديدة، الأمناء الجدد، يقومون بالغوفرنس كما يجب، ويقومون بإحصاء الأموال كما يجب. فإذا هذه فقط نقطة، وأتمنى من الإخوة بالضبط يذهبون إلى فايندينس، يعني ما الذي وجدوه، ويقرأوا كلمة غوفرنس ويفهمونها بطريقة جيدة. أما بالنسبة لموضوع الشرطة، كما قلت لكم، هم يهتمون فقط بموضوع المال، من أين أتى المال إلى أين ذهب المال. الأموال سرقت بالنسبة لهم يعني قانونيا أو ظاهريا لم تسرق، هو حامد الطاهر الأمين على هذه التشاريتي وفق علي الهولندي، وفق أبو مريم، أمضوا هذه الأشياء، أمضوها، أجازوها، فذهب المال من هذا المكان إلى هذا المكان. كيف تثبت الخيانة؟ هم لا يفهمون أنه إذا أخذوا هذا المال وصنعوا به فيلما يمجد عمر، بالنسبة لهم لا إشكال في ذلك، التشاريتي كوميشن لا إشكال بالنسبة لها في هذا الأمر. فإذا يجب أن تفهموا هذا الأمر جيدا إخواني. طبعا أنا كما قلت لكم لدينا وثائق كثيرة عديدة، ولكن لا نريد أن ننغص على النجاح الذي يحققه في المسيد الجنة علي سم، وهذا هو السبب، هذا هو السبب في تحرك هؤلاء في هذه الأيام. كانوا ساكتين مدة طويلة، يعني سكتوا إلى درجة معلومة هذه أخرى، اذهبوا إلى موقع آخر وهذا يخفي عنكم واسألوه، طبعا هو سيأتي بأي تدليس من تدليساته، فقط فاجئوه أو فكروا، لا تسألوه، هو كما نقول اسألوا الكاذب سيكذب. هذا موقع The Gazette، هذا الموقع اسمه The Gazette Official Public Record. The Gazette تكتب THE G مثل جراج AZETTE .co.uk. ستجدون هنالك أوردر بانكرابسي لهذا المدعو حامد طاهر، كاتب أنه يستخدم أسماء حامد الطاهر، يستخدم أسماء حامد ضيف الله، وكاتب العناوين التي يسكن فيها، مليون عنوان، هو كل مرة يغير العنوان طبعا للتلاعب أيضا أحيانا. في 4 ديسمبر 2018، طبعا هذا كان أثناء الضربات القانونية التي كنا نقوم بها ضد يعني في متابعة موضوع خيانة أو الخيانة التي جرت على الفيلم، وكان رأسها ورأس المتهمين هو هذا المدعو حامد الطاهر. ما الذي قام به؟ الظاهر بعد استشارة قانونية ربما قام بإعلان البنكربسي، يعني إعلان إفلاسه. وهذه تعد يعني كنا نحن في الذي رفعناه في المحكمة، أو الذي كنا في الواقع عبر الشرطة يعني نقوم به عبر الشرطة، هو متابعة الجرائم أو الجريمة المالية التي قام بها من خيانة واختلاس أموال، embezzlement عفوا. فهو الحل الذي وجده هو إعلان إفلاسه. عندما تعلن إفلاسك، يعني حتى إذا يعني بالنسبة للبروسيكيوتر يعني المدعي العام، الشرطة لن تتفاعل معه، لن تذهب بهذه الذي يعني المستمسكات التي وجدتها، وملف كان ضخم جدا، وبالأخص عندما تم اعتقاله هو وعلي الهولندي في قضية أخرى أيضا متعلقة بغسيل الأموال، أو شبهة أو تهمة غسيل الأموال. عندما يجمع هذا وذاك، هذا قوى هذا، كان قوى ذاك أيضا. ما الذي قام به من حيلة لإيقاف جهود الشرطة هو أن يعلن إفلاسه، وبالتالي يصبح خارج أي متابعات قانونية بخصوص الجريمة المالية هذه. طبعا تفاصيل هذا والتايم لاين التفصيلي لكل حركات وتحركات هذا حامد طاهر وإخوانه طبعا في الخيانة، كلها عندنا بالتفصيل وبالوثائق وبالمستمسكات. يعني كما قلت لكم، إن شاء الله أتصور سيصنع منها بعد ذلك فقط للتاريخ، لله وللتاريخ إن شاء الله، وثائقيات
تنشر ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله اذا ارتأت اداره اتحاد خدام مهدي عليه السلام بان ذلك مناسب، وان شاء الله في الوقت المناسب ينشر ذلك وترون تفاصيله ان شاء الله. وانا لا اطلق الاتهامات جزافا واعرف ما الذي اقوله. اخواني هؤلاء امير القريشي مثلا وغيره، يعني هؤلاء أمير قريشي، خالد الشمري، محمد الطاهر، حامد الطاهر، أبو علي الكابتن، هؤلاء لهم وجوه متعددة، يعني يعطيك وجه، يتوجه إليكم إخواني بوجه. طبعا هو لن يتوجه إليكم بوجهه الحقيقي، سيعطيكم وجها مختلفا، يلعب عليكم دور المتقي، دور المتدين، دور الذي يهمه أمر السيدة الزهراء عليه السلام. ولكن نحن الذين كشفناه، ونحن الذين عرفناه واكتشفنا حقيقته، يلبسون وجه التقوى زورا. الشمري هذا نفسه كذا مرة، وحتى أنتم الذين ينتبهون مثلا أتصور بعد فيديوهات الأخ عبدالله الشطي وغيره من الإخوان، انتبهوا إلى أنه يكذب بالفعل، كذا مرة يقول شيئا وينفيه. خالد الشمري نفسه في القسم، القسم الديني في اتحاد خدام مهدي عليه السلام، سابقا كان معمولا به، هذا ادعى بأنه في إحدى مقاطع الصوتية قال أنه هذا القسم، قال بأنه فيه بالأخير أنه وأشهد العباس وهذا ضارق، كانوا قال هكذا، ولكن الذي يهمني بالتفصيل أنه بالأخير قال أنه ما دمت أرى صلاحها، قال أنه ادعى أن هذا موجود في نص القسم، نص القسم عندنا بالفيديو وبالصوت وبالكتابة. كذب، ليس هنالك شيء اسمه ما دمت أرى صلاحها، وإلا يعني يكون غباء. وطبعا هو بعض الإخوة كفون المؤونة في الدخول في هذا، ولكن أنا فقط أريد أن أشير إليه هكذا يعني مرورا خلال البث المباشر الأول، عندما هاله أنني طلعت في بث مباشر وأخافه ذلك حتى ينقص مني وهي هذه طريقتهم، مكان ما يجاوبك رجل لرجل ويجاوب بطريقة صحيحة يذهب إلى شخصنة الأمور، كأنني أقصده هو بشخصه، أقصد حالته الغوغائية، لا أقصده هو، لا أهتم به هو أصلاً. وعندما أذكره ولا أذكر غيره أذكرهم هكذا كأمثلة حتى يتعظ منهم الإخوان، كما قال الأخ مثال جزاه الله خيرا، قال ومن هو أمير القريش أصلا، أو من هو أمير القريش ليقيم الفيلم؟ أحسنتم أخي، طبعا ومن هو أصلا، وما هي قيمته العلمية، ومن عممه أصلا، من عممه وهو يعلم به، من عممه يعني إذا عممه السيد صادق الشيرازي، هو ادعى أنه ذلك يعني خدع السيد صادق الشيرازي وقام بالحيلة في ذلك، وقام باستغلال ذلك التعميم حتى يبين أنه كأنه يصور نفسه عندكم بأنه دخل مضمار العلماء، وهو لا يفقه شيئا في العلم، وإلا فليأتي بناس مشهود لهم من داخل المرجعية ينفون كلامي هذا، يقولون لا أمير القريشي تعممه السيد صادق الشيرازي لأنه من العلماء من طلاب الحوزة، فليكن حتى من طلاب الحوزة، واسمعوا ما الذي سيقوله. وهذا طبعا كان تحدي طرحته خلال البث المباشر الثاني، ولكن لم نسمع لهم دويا. هذا خالد الشمري كما قلت لكم في البث المباشر الأول قال أنه أنا هشام الأشقى، شوف انظروا كيف يشخص الأمور، بغض النظر أنا قلت لكم دائما هم أكاذيبهم كثيرة، لكن أنا لا أرد على هذه النقطة فقط لشخصي، أرجوكم لا تفهموا ذلك، إنما إخواني الرد على هذا حتى أبين لكم كذب هؤلاء. قال أنه الهيئة كلها أو الهيئة كان معروفا لدى الهيئة بهذا هشام الأشقى، كان معروفا لدى الهيئة بأبي جهل أو أبو لهب عفوا. قال أولا هذه الكلمة لم تقل لي نهائيا خلال تواجدي في الهيئة، ولكن الذي كان يقال لي
من قبل واحد بالضبط هو كلمة أبو جهل. كان هو هذا يعني رغم توصيات الاتحاد بترك المزاح الباطل، قال يقول لي أبو جهل. من هو هذا الشخص؟ إنه نفسه خالد الشمري، هو نفسه هذا خالد الشمري نفسه كان يستخدم هذه الكلمة في حقي، وكنت دائما يعني أمررها له من قبل أخذه على يعني على ظاهر المزاح، ورغم أنه هذا المزاح غير جيد، ولكن عندما تمادى وكان يقولها لي أمام الناس، ويعني كان هو سفيه بس الناس ما تعرفه، يعني عندما تشوفونه في المباشر تحسبونه شخصا وازنا وحاط شماغ ومسوي نفسه يعني وازن، هذا كله تمثيل، كله تمثيل في تمثيل. هو شخص العبان كما نقول بالمغربي، سفيه، مزاحه سخيف، وهكذا. أبو جهل أبو جهل، هو الذي يقولها فقط لا غير، لم يقولها أحد آخر نهائيا، هو فقط كان يقولها. انظروا كيف تحول الأمر من أنه هو يقولها إلى أن الجميع أصبح يقولها، معروف مؤمنون من متخلقون من أهل الأخلاق والتقوى، على عكسك يا خالد وغيرك يقولون لأحد الأعضاء الآخرين يقولون له أبو جهل أو أبو لهب، ولا تنابزوا بالألقاب حتى إذا كنت مثلا نفترض كنت جاهلا أو غير ذلك، ونفترض تراني جاهلا ما يجوز لك أن تقول لي أبا جهل مثلا. المهم بغض النظر، هذا فقط كذبة من كذباته، وأتحداه طبعا شو غيقول لك، سيقول لك هذا كذب، يعني أنا أتحدى عندما أقول أتحداك يوم القيامة أن تثبت على هذا، أتحداك أو تعلن توبتك نصوحا لله سبحانه، لا لنا، لا ترجع لا إلينا ولا إلى الراف، اذهب ادخل إلى كهف وابكي فيه ما قمت به من أكاذيب وما قمت به من دعم لمنهج الغوغاء، وأنت تعلم أنك كاذب وتعلم أننا على الحق، ولكنه حسدك وغطرستك وتكبرك وعماك هو الذي جعلك تفعل هذه الأمور. حسبتم كلكم حسبتم أنه أن لديكم وزن، سبحان الله، طلعوا كلهم من أهل الدنيا، كان يريد أن يصبح مديرا لمكتب الشيخ الحبيب أو مديرا عاما لاتحاد خدام النبي عليه السلام، ولم يعطى له ذلك بسبب أنه أصلا غير موجود، أغلب الوقت غير موجود أصلا، هو تقريبا عضويته كانت تقريبا خاملة، تقريبا شبه غير عضو أصلا، لا يعتبر عضوا أصلا، تقريبا غير موجود، وإذا وجد يتلكك، أغلب الوقت طالع لي يدخن، يعني فجأة لا إلا تصير مدير مكتب، وإلا أكون هكذا أو أترك الاتحاد وأكذب عليه، لماذا الدنيا يعني ملأت قلوبكم؟ لماذا ثم تتهمون نحن بالرواتب؟ يأتي واحد أصلا، من هو الذي يقول دائما الراتب الراتب الراتب، كاتب لي تعليق، عفوا إخواني لأنه أنا أنسى الاسم، هذا البحراني ما اسمه؟ عيسى محمود، أي هذا عيسى محمود. هذا عيسى محمود، ألم يذهب يستجدي هذا الملك ملك البحرين؟ ها؟ ولا زلتم تتبعونه وتسمعون له؟ هؤلاء من هذه الطينة، يروح لك ملك البحرين الذي قتل الشيعة وجعجع بالشيعة وتحالف مع الوهابية وهو وهابي أيضا، يروح عنده يتزلف له، أرجوك أعطني من مالك، أعطني من دنياك، وإتي لنا يقول لنا الراتب الراتب، لو كان الراتب الراتب أروح أمدح لي أنا أيضا محمد السادس. أروح أمدح لي النهاري، أنت تعلم النهاري؟ عبد الله النهاري لو مثلا الآن أروح أتحالف معه مع الشياطين، أريد أتحالف مع الشياطين، أتحالف مع الشيطان. هل تعلمون السلفية كم يحبون واحد كان متشيعا ورجع؟ خصوصا إذا كان متكلما أو لديه برامج سابقة الناس تعرفه. هل تعلمون بذلك؟ تعلمون كم يفرحون بذلك وكم يغدقون عليه من الأموال؟ هذا على الأقل عندنا في المغرب، لا أعلم
في دول أخرى كيف ذلك كيف الأمر، ولكن في المغرب موجود موجود مثل هذه الأمور، يفرحون أصلا، ولكن لا نقوم بذلك. هذا السفاهة، هذه خيانة، خيانة لله ولمحمد وآل محمد عليه السلام، بل خيانة لنفسك إنسان شيعي، وخيانة لأهلك شيعي بحراني ينظر إلى الآخرين من الشيعة البحرانيين، فليكن هذا يعني تكون أصلا هؤلاء الشيعة أصلا على باطل أصلا مفترض والعياذ بالله، ويذهب ضد أهله وضد قرابته وضد عمامته، حط عمامة أو لباس الدين، ويذهب إلى واحد بكري وهابي خسيس ملك البحرين، خان حتى أهله، هذا ملك البحرين حتى أهله خاينهم، ويروح يتحالف وياه ويريد يأخذ من عنده فلوس ويأخذ من عنده دنانير ويأخذ من عنده دنيا، ثم تنخدعون بكلامه. هم هؤلاء زبالة واحدة، حاشاكم في المغرب، ولكن لن أستخدم سأستخدم كلمة أخرى، ليس من عادتي طرح مثل هذه الكلمات في المباشر ولا على خارج المباشر أصلا. يقول لك الغائط حشاكم أو العذرة لا يجتمع حولها إلا الذباب، هؤلاء لأنهم ذباب اجتمعوا على بعضهم البعض، كانوا قرب غائط وزبالة موجودة فاجتمعوا عليها، من كل مرة تلاقي ذبابة خضراء ذبابة صغيرة، أو هذا عندما تكون في حيال قرب الزبالة تجد جميع أنواع الذباب، ما تشوف بعد الذباب أصلا، ما تقول هذا من وين جاء هذا الذباب مجنح وكبير وضخم، هم هؤلاء نفسهم، هم نفسهم بين بعضهم البعض، هم تهاوشين بعضهم البعض، واحد أصلا واصل درجة أنه أكو والعياذ بالله بين ذلك الشخص وبين أهله، هو الذي سبه في عرضه وأهله، فيجي لا يتحالف وياه لأنه ضد الاتحاد، لأنه الاتحاد كشفهم وفضحهم وطردهم شر طرده خير طرده، في الحقيقة الطرد عندنا كانت خير، لأن طردة بسبب ما أجرموه في حق أهل البيت عليهم السلام، وأجرموه في الميثاق مع الذي يجب أن يكون عليه خادم الإمام المهدي عليه السلام. هذه نقطة، هم يهمهم فقط منظرهم أمام الناس لا أمام الحجة ولا حتى أمامنا، ما يهمهم أصلا، هم مكشوفين أصلا يعرفون هذا الأمر، ولكن لما يعني عندما يهمهم هذا يعني عندما أقول لكم يهمهم منظرهم أمام الناس، فحتى إذا يوجهوا بأدلة قوية سيكذبون بكل سهولة، تأتي إليه تقول له أنت كنت من أتباع الصرخي، هذا فيديو لك، ما الذي يقوله بكل سهولة، بكل سهولة ما الذي سيدعيه؟ لو تنقصون الصوت قليلا إخواني، سيقول لك لا هذا فوتوشوب يعني ربما سيدعي يقول لك يا إخواني الفلوس التي تبرعتم بها للسي جي آي لفيلم سيد الجنة عليه السلام، لم يكونوا يقومون بالسي جي آي فيلم سيد الجنة عليه السلام، لا قاموا بالسي جي آي حتى يضعوني أمام الصرخي، وهي فيديوهات قديمة ليست فيديوهات جديدة حتى تكون فوتوشوب، فيديوهات، ولكن الناس تتبع الكذاب سبحان الله، يعجبها الكذاب، الناس يعجبها الكذاب سبحان الله، ما أعرف لماذا، الفيديوهات قديمة جدا، 2000 وربما 2010 أو شيء لا أتذكر، لكنها قديمة قبل أصلا ما يأتي إلى هنا، موجودة منشورة من قبل الصرخيين نفسهم، من قبل المركز الإعلامي أو شيء من هذا القبيل للصرخي، فيديو موجود، واحد نفسه من الصرخية عندما شاف هذا أمير القريشي قال هذا كان أتباع الصرخي، هو نفسه واحد منهم، لا نحن ولا فوتوشوب ولا أي شيء. يجيك يا إخواني يجي يقول لك شوف هذا الفوتوشوب المضحك لأن صارت هذه الكذبة مع الفوتوشوب صارت كثيرة، شوي يقول لك فوتوشوب، أنا طالع لكم فوتوشوب الآن، أنا مو هشام الأشقر، أنا أمير قريشي جاي أتكلم وفوتوشوب حاطين لي، شو هذا الكلام العجيب والغريب، يجيك طالع لي بث مباشر
ابو احمد نيويورك طبعا هو الذي يضعه على المباشر، اللايف شغال مباشر، فإذا بأهله يظهرون عارية بالمباشر. أنا لا أحب أن أقول هذه الأمور، لكن لكشف كذبهم. يجيك يقول لك لا فوتوشوب، أيضا هذه فوتوشوب. شلون الفوتوشوب؟ شلون الفوتوشوب؟ هي طالعة لايف، طالع الأمر لايف، وأنت تتكلم مع ربما أخوك أصلا كان موجود، كيف زوجتك تكون ظاهرة أمام أخيك؟ بل أكثر إخواني، الظاهر فالشيء لم يلتفت إليه الكثيرون. فلنقل أنه كان يجب أن يستر على، يعني تسترون عليه أو الناس تستر عليه، فلنقل هذا، نفترض نعم هذا ممكن صحيح في حق المؤمن، أوكي، وما يدريكم بأنه مؤمن، أوكي. هذا اللايف الآن مثلا عندما أطلع لايف، أو قبل شوية عندما كانوا يطلعون ريستريم لايف وأطلع من المنزل مثلا أو أطلع من مكان آخر، هذا اللايف عندما أكون لايف، هل غرفة الإخراج تراه أو لا تراه؟ أجيبوني يا عقلاء. غرفة الإخراج أبو أحمد نيويورك اللي موجود في نيويورك كان المفترض أن يرى هذا اللايف أو لا يراه قبل ما يطلع بابليك للجميع؟ طبعا يراه. هذا ما خاف، شوف لما سأل ما قال زوجته، قال له خوخري على الكاميرا خوفا، ما عنده عرض اصلا، اللي باله هو الناس شنو شافوا، مو ابو احمد نيويورك شاف له ما شاف. الظاهر هذا عادي كان عندهم، الظاهر دائما في البث قبل ما يصير بث مباشر كان هذا يصير اصلا، لذلك لم ما يعني مو مشكله، بس قال احنا على البث او لا، بمعنى بهذا المعنى الناس جاي تشوف او لا ما تشوف، صارت فضيحه وما صارت فضيحه، إذا بس بيناتنا مو مشكلة. والفهم يفهم، لن أطيل في هذه الكلمة. جزاكم الله أخي أبو حسين قرعاوي بارك الله فيكم، أخي محمد باقر، أخي حسن علي، إخواني جميعا الله يجزيكم بخير، أخ أحمد، أبو رضا حداد، جزاكم الله خيرا إخواني، كثير من التعليقات عفوا لم أشوفها إلا الآن، الله يحفظكم. أسألكم دائما الدعاء والزيارة أخوي أبو رضا الحداد، الله يتقبل منكم، هذا الذي دائما يعني يجعلنا نكمل في هذا الطريق، أن نكون دائما إن شاء الله يا رب مشمولين برعاية مولانا الإمام المهدي عليه السلام وكرمه. لكن في الواقع سبحان الله هو صعب إخواني، صعب جدا عندما يعني تكون وسط أناس سابقا كنت تعتقدهم من أهل الصلاح على الأقل في البدايات، بعدين يتبين شيئا فشيئا يتبين أمرهم حتى في قبل أن يطردوا، ينصدم الإنسان، وأحيانا ينصدم أكثر عندما مثلا هذا لما يطلع أنت شنو تحط نفسك بمكانه، تقول مثلا أني لو كنت أيضا من أهل الإسراف في الدنيا ومن أهل الدنيا وطلعت، على الأقل أدخل في داري وأسد على نفسي بيتي والتزم سجادتي واصلي لربي وابكي لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني حتى اذا طردت يجعلني من خدام المهدي عليه وعليهم السلام. لكن هؤلاء سبحان الله، شوف علمهم هذا الاتحاد، علمهم هذا الاب الروحي للاتحاد الشيخ ياسر الحبيب، ورجعوا اليه يطعنونه ويكذبون عليه. لو كان يطعنونهم بالحق قلنا هم يريدون الحق ولكن لم يعرفوا كيف يصلون إليه، أو لم يعرفوا الطريق الصحيح للتعامل مع الذي علمهم الخير والحق، لكنهم يكذبون أصلا، يكذبون ولا يتورعون ولا يجدون في ذلك أصلا، يجدون فيه أصلا لا يحرك فيهم شيئا في قلوبهم، بل إذا وصل بهم الأمر إلى الكفر الآن عندما مثلا نفس المرجع السيد صادق الشيرازي أو آخر أو بعض المراجع عندما يقصد هذا موقع الملاحم يقصد مرجع معين بغض لم يريد أن يذكره ربما لتعمية يعني اسمية، وبغض النظر عن هذا الأمر عندما يذكر يعني عندما يسمعون هذا قد يعني منهم من بإمكانه أن يبيع المرجع نفسه بسبب الحسد وبسبب الحقد الذي عنده ضد الاتحاد. واحد منهم مؤخرا يتهكم
ويتجاوز على السيدين محمد وصادق الشيرازيين حفظهم الله ورحم السيد محمد وحفظ الله السيد صادق الشيرازي، وأصبح لا يؤمن بالتقليد أصلا. هؤلاء الذي هذه هي طينتهم، لا يؤمنون لا بتقليد ولا يؤمنون باختصاص، ولا اختصاص لا في الدين ولا في السينما، ولا يفهمون شيئا، ويأتون إلى الغوغاء، يريدون أن يخلقوا حالة غوغائية وسط التشيع. ولكن لن نسكت عن هذا، لن نسكت عنكم، لن نسكت عن كذبكم، لن نسكت عن تفاهاتكم. هناك منهم واحد منهم مثلا، لو أريد أن يعني أن أعدد فضائحهم، فضائح عجيبة. واحد منهم كان هنا طالع لي في بث خاص على أساس قال لك تسريب أو شيء، قال الاتحاد مثل حزب البعث ويقوم بالتحقيق معي بطريقة بعثية. أولا، كل الذين رأوا هذا المقطع فهموا أنهم كانوا يسألونك سؤال أسئلة عادية، رغم أنهم علموا سابقا، لذلك استدعوك لهذا التحقيق البسيط، علموا بأنك خائن أصلا وتقوم بتصوير والتجسس على مجموعة قناة فدك، وتقوم بتصويرها وإرسال الصور إلى خالد الشمري وغيره. علموا بذلك أوريدي، يعني علموا بذلك ثم استدعوك لأنه أنت طرف فيجب أن تدافع عن نفسك. ولكنه شوف الكذب، يضعون عناوين، هناك من لا يضغط حتى على الفيديو حتى يسمعه ويكتشف أن هذا الذي يتكلم هو البعثي، هذا الذي كتب العنوان هو في تفكيره بعثي. ولكن الناس لعل هنالك البعض يقرأ فقط العنوان ويرى جنبه وثيقة ويقول انظروا هناك وثيقة ودليل على هذا الشيء، وهو ليس هناك أي دليل. نفس الذي قلت لكم قبل قليل عن حامد الطاهر باللينك، يضع لينكا ويكتب ما الذي يشاء ويبتر، صار لي من جماعة البترية، ويقول لكم ويضيف إليه كما قلت لكم شيء من الحق في الروايات، شيء من الحق، ويضيفون إليه أضعاف أضعافه من الكذب في الروايات موجودة. هؤلاء في الروايات أخطروا على شيعتنا، شيعة أهل البيت عليهم السلام، من جيش يزيد على الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام. هذا الذي قلت لكم أنه أساس صار بعثية، هل تعلمون أنه كان غارقا في الدنيوية إلى درجة أنه طالب الاتحاد بتخصيص راتب له شهري قار، وبأن يصرف أيضا على سخر الله، يريد أن يجلب لنفسه خادمة في المنزل. يعني إحنا غارقين في الأموال وغارقين في الدنيا حتى نريد أن نصرف، يعني لهذه يعني حتى يبقى لنا تبرعات لنصرف منها على خادمتك يا أخي. يا دنيوي، هؤلاء هذه طينتهم، دنيويون ويرمون الآخرين بدائهم. يأتي لك يقول لك هؤلاء دنيويون، هؤلاء كذا، هؤلاء سراق، هم سراق. أبو ضحى مثلا كذا مرة قال يقول سراق الإمام مهدي، هيئة سراق يتهكم، وهو السارق، هو الذي طرد أو سحبت منه الوكالة في العراق لأنه كان يسرق. سبحان الله، يذكرونني بقصة يعقوب عليه السلام عندما قال لأبنائه أخاف أن يأكله الذئب، فهم لأنهم جهلاء لم يجدوا ما يكذبون به على أبيهم يعقوب عليه السلام بخصوص يوسف عليه السلام إلا نفس هذه الشيء الذي قاله لهم أبيهم، لم يجدوا أي تهمة أخرى، فقالوا له لقد أكله الذئب، نفس الشيء. قلنا له فضح وسحبت منه الوكالة لأنه كان يسرق، جاء قال إحنا سراق. جينا الأمير قريش قلنا لكم هذا متكبر ومتكبر ويكذب وكذاب، يجيك يقول إحنا متكبرين إحنا كذابين. نجي يقول لكم هذا الفيديو شوف سوى، ويجي يقول لك الفيلم بيه هاتك السيد الزهراء عليه السلام.
يقمزون بهذه الطريقة، لا يجدون شيئا، لا يفهمون شيئا، ويجعلون الحق الذي يقال فيهم يردوه بكذبهم إلى باطل يقال فينا، والناس تتعامل معه على أنه حق. هناك بعض الناس المغرر بهم تتعامل معه على أنه حق، ولكن الذي يرخي السمع ويتأمل جيدا مثل بعض كثير من الإخوان الذين يتابعونني اليوم يفهمون أنه أين هو الحق وأين هو الباطل، وأين هي الفقاهة بمقام مثلا الشيخ الحبيب، وأين هي التفاهة والسفاهة، وأين هو الصادق وأين هو الكاذب. إذن نقاط كثيرة إخواني أنا عندي لذكرها، نقاط كثيرة عندي اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله، أود أن أشاركها معكم، كثيرة كثيرة جدا، فضائح وحقائق بالتفصيل، فقط لأنه عيني الآن على الساعة صراحة، لأنه بعد 5 دقائق تقريبا سيكون هنالك محاضرة من برية. إذن إخواني سأحاول أن أترك هذه النقاط إلى وقت لاحق، وأنا دائما أستقبل رسائلكم عبر الواتساب إن شاء الله، وأحاول أن أجيب عنها. هذه النافذة التي فتحت معكم عبر اللايف إخواني إنما هي نافذة يعني التواصل، ولكي يعني أوصلكم إلى الصورة الحقيقية إخواني، فقط يعني من هذا الباب، ولا غرض لي في ذلك ولا شيء دنيويا أرجوه من ذلك، إنما إن شاء الله نرجو من الإمام المهدي عليه السلام أن يبقينا تحت رايته وراية خدامه عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأن يخرجني من هذه الدنيا وأنا نقي نظيف طاهر، وأن يوفقنا ويوفقني ويوفق الإخوان جميعا هنا إلى أن نخدم الإمام المهدي عليه السلام حقا وصدقا، سواء رضي عنا الناس أو لم يرضوا عنا، سواء صدقنا الناس أو كذبونا، سواء بقينا نحن ثلة صامدة قلائل فليكن كذلك، أو وافقنا الملايين من الناس، سواء نجحنا ظاهريا أو فشلنا ظاهريا، إنما النجاح والفلاح والفوز يوم القيامة. هؤلاء كلهم إخواني. يقول لي علي الدلفي تحياتي لك، واجهتك في ضريح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أهلا وسهلا أخي. أبو حسين القرعاوي يقول لا تنشغل كثيرا بهؤلاء المطرودين من كاف الاتحاد، فهم عندنا هنا ليس لهم أي قيمة. الله يحفظكم إخواني، الله يحفظك أخي عارف الدلفي، يحفظكم جميعا. فقط إخواني كلمة، أنه هذا المكان جينا إلى هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، ليس هنالك مال يرجى هنا، وكما قال المدير العام لاتحاد خدام المهدي عليه السلام في صرخته تلك المدوية التي كانت تحت منبر الإمام حسين عليه السلام وهو يبكي لوعة عن الإمام حسين عليه السلام، قال لا دنيا هنا، وأنا أقولها لا دنيا هنا، لا دنيا هنا ولا مكان للدنيويين، ولن نسكت إن شاء الله ما دام في ذلك خدمة أو خدمة للإمام المهدي عليه السلام. فقط إخواني أترككم الآن، لأن بقيت دقائق قليلة، ويجب أيضا أن أحضر مجلس السيدة الزهراء عليه السلام، نطلب منها الدعاء، ونطلب منها الصلاح، ونطلب منها الإصلاح للحال، ونطلب منها أن تكفينا هؤلاء لكي نركز على الزخم المتعلق بفيلم سيدة الجنة عليه السلام. طبعا هؤلاء عبر إبليس لعنة الله عليه يريد أن يشغلنا لكي نتكلم عنهم ونتكلم عن ما يجري ويعني بسببهم، رغم أنه يعني حالة غوغائية، ولكن يعني يقوم بها شرذمة هنا وهناك، ولكن إن شاء الله نسألكم الدعاء إخواني، نسألكم الدعاء. شكرا لك أيها الأخ المسمى المتبرع الدائم، طبعا نصر الله من نصر آل محمد عليهم السلام، ووفقكم جميعا إخواني لإرضاء مولانا الحجة بن الحسن. اللهم إن كان
إن كانت حياتي زيادة لي في كل خير فأمد لي فيها، وإن كان مماتي راحة لي من كل شر فأمتني الساعة الساعة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعدائي وقتلة سيدة الجنة عليه السلام. لبيك فاطمة، لبيك يا سيدة الجنة. في أمان الله إخواني، وجزاكم الله خير الجزاء.